السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طابة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، عندنا خبر رائع جدا ومهم جدا في نفس الوقت، حيث أكدت مديرية الوثائق الملكية في المغرب عن طريق المديرة ديالها في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الوكالة الرسمية في المغرب، أكدت على أنه قريبا سوف يتم نشر وثائق ملكية لا تؤكد فقط مغربية الصحراء، وإنما أيضا تؤكد أن الصحراء الشرقية المحتلة هي أراضي مغربية استعمرت وقسمت وضمت للمستعمرة ديال فرنسا اللي هي حاضرة الجزائر. فالمديرة أكدت على أن الوثائق سوف تكون متاحة لعموم المواطنين، سوف تكون متاحة للجميع عن طريق واحد موقع إلكتروني سوف يتم إنشاؤه، وسوف يتم نشر هذه الوثائق فيها. وكما يقول الدكتور الصنيبي، الثقة في الوثيقة، فهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا كمغاربة الذين نرافع، حيث نرافع عن قضية الصحراء المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في اليوتيوب، في الفيسبوك، في تويتر، في أي يعني في أي بلاصة كانت. وبالتالي هذه الوثائق متابعينا الكرام غادي تعطينا دفعة كبيرة جدا، وتعطينا تأكيدات جديدة جدا، وغادي تعطينا مجموعة من المعلومات الجديدة اللي يمكن لأول مرة غادي نعرفوها. وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا متابعينا الكرام، وأنا شخصيا متحمس لهذه الوثائق التي سوف يتم نشرها عما قريب في الموقع الإلكتروني واللي غادي تكون متاحة للجميع. من جانب آخر متابعينا الكرام، فبطبيعة الحال لا فرنسا ولا حضارة الجزائر سوف يكونوا مستائين من نشر هذه الوثائق المهمة التي كما قلت لا تثبت أن الصحراء الغربية هي مغربية، وإنما أيضا تثبت أن الصحراء الشرقية هي مغربية كما جاء على لسان مديرية الوثائق الملكية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.